سأركز في هذه المحاضرة على أربعة نقاط: مفهوم الحوكمة الشاملة، دور المجتمع المدني، وفي كلتا الحالتين سأتناول أمثلة على المستوى الوطني والدولي، وأيضا ستحدث عن الآفاق أمام مجتمع مدني فعال ومنظم ومهيكل. السيد كوفي عنان قال في عام 1998 بأن الحوكمة الرشيدة والجيدة هي عامل هو الأهم من أجل اجتثاث الفقر والنهوض بالتنمية، وإن الحوكمة تعني بحث عدة أطراف عن حلول تتعلق بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على مجتمعاتنا وعلى كوكبنا. إن أهداف التنمية المستدامة التي تستهدف أفق عام 2030 مع 17 هدفا و169 غاية و230 مؤشرا للمتابعة تمثل قلب الأجندة الدولية الجديدة في هذا المجال. إن الأساس المبدأ الأساسي لهذه الأهداف يتمثل بعدم ترك أي أحد خلف الركب في التنفيذ وفي المتابعة، وبالتالي يترجم هذا المبدأ إلى عدة مجالات ولا سيما في إطار المجتمع المدني. المجتمع المدني على هذه الأطراف من المجتمع المدني أن تمارس الضغط على السلطات العامة من أجل رفع الأهداف، من أجل تأكيد على الأولويات لصالح الشرائح المهمشة، وبالتالي ومن خلال التزام كل الأطراف من كل البلدان عليهم أن يقوموا بوضع هذه الأجندة، وبالتالي عليهم أيضا أن يتقدموا بالتقريرات بالتقرير المتعلق بمدى تنفيذ هذه الأجندة. إن المجتمع المدني في هذه البلدان يلعب دورا من أجل كثقل موازن أمام السلطات العامة والعمومية. إن مشاركة المجتمع المدني في النقاشات والحوارات المختلفة وهي تمثل مفتاحا أساسيا للحوكمة الرشيدة الضرورية من أجل إنجاح أهداف التنمية المستدامة. هنا في السنغال كونغاد مجلس المنظمات الحكومية لدعم التنمية تقدم بمبادرة لتشكيل منصة تشمل كل الأطراف العاملين في هذا المجال من أجل هيكلة وتنظيم أعمالهم وأنشطتهم المتعلقة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال إنشاء مجموعة العمل من أجل التأكيد على الجوانب الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة والتأكيد على متابعة ما يتم تحقيقه وتقييم الحواجز وتقدم بطبيعة الحال باقتراحات من أجل التحسين على شكل استراتيجيات وبرامج. إن أهداف التنمية المستدامة هي تعزز بالتالي عمل منظمات المجتمع المدني من خلال مهمة الحوار والحشد والتعبئة والتوعية والرصد والدفاع عن هذه الأهداف، أهداف التنمية المستدامة. هذه الأهداف الإنمائية أصبحت هدفا للمجتمع قائمة على شراكة عالمية، وبالتالي فإن المجتمع المدني عليه أن يغير من قواعده في إطار أهداف التنمية المستدامة. منظمات المجتمع المدني هي أطراف فاعلة ضرورية لا بد منها، وبالتالي عليها أن تؤكد على التكيف والمرونة والابتكار في إطار عملها ميدانيا. وهنا أريد أن أؤكد على مفاهيم التكيف والمرونة وابتكار منظمات المجتمع المدني. إن المنتدى الدولي لمنصات الوطنية للمنظمات غير الحكومية قامت بتقديم المساعدة الفنية والدعم لصالح المنظمات غير الحكومية، ولا على غرار مجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية كونكاد، وأيضا شبكة المنصات في غرب أفريقيا ريبوك وهي أعضاء في هذا المنتدى الدولي. الغاية هي مساعدة هذه المنظمات للمشاركة الفعالة في أهداف التنمية المستدامة. المثال
الأوضح والأبرز لمشاركة المجتمع المدني في هذه المساهمات التطوعية الوطنية التي تسمح للمنظمات المجتمع المدني لتقديم تقارير في هذا المجال. فإن التجارب الأولية تبين بأنه من الضروري بمكان بالنسبة للمجتمع الدولي أن نقوم بوضع مخططات وتقديم الموارد من أجل اعتماد مقاربة دولية متناسقة للتنمية، ومن أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني، من أجل تجاوز العراقيل والحواجز أمام تطبيق أهداف التنمية المستدامة. أن منظمات المجتمع المدني هم بحاجة إلى تعزيز قدراتها وإلى التأكيد على أنشطتها التي ما كان بالإمكان أن تعمل فيها في الماضي. في إطار هذه الأنشطة، على سبيل المثال فيما يتعلق بجمع وتحليل البيانات والمعطيات المتعلقة بمتابعة والتعاون مع القطاع الخاص في إطار شراكة مع الأطراف الفاعلة المختلفة. إن منظمات المجتمع المدني عليها أن تحسن من استراتيجية الشراكة لديها، وأن تدافع وأن تقوم بتطوير قدراتها في الابتكار، ومن أجل الوصول والنجاح في هذا العمل. إن تطوير القدرات هو مهم جدا من أجل تطبيق البرامج المتعلقة بأجندة عام 2030. منظمات المجتمع المدني عليها أن تركز على تعزيز قدراتها المحلية العملية بدل التأكيد على النظريات العامة. وبالتالي هذه المنظمات عليها أن تأخذ بعين الاعتبار قدراتها، وأن تحدد على الدراية والخبرة المحلية وتعبئتها. منظمات المجتمع المدني ستكون بحاجة ليس فقط لكسب قدرات جديدة، ولكن أيضا عليها أن تقوم بتطوير أنظمة تسمح لها بإدارة المصاعب المرتبطة بعملها بالتعاون مع أطراف فاعلة، وإدارة وتأكيد على الفعالية والشفافية. سيكون من الضروري التأكيد على جانب القيادة والعمل من أجل تعزيز عمل هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني، ومن أجل التأكيد على مبدأ إسطنبول الذي تم اعتماده في عام 2010 في إطار أعمال المتعلقة ب التخطيط والمتابعة. تحسين الوصول إلى المعلومات وإلى البرامج التعليمية وعلى الكفاءات، هذا سيكون عنصرا مهما لإنجاح برامج التنمية المستدامة وقدرات المجتمع المدني. إن التعاون بين منظمات المجتمع المدني أصبح ضرورية أكثر من أي وقت مضى. هذه المنظمات، منظمات المجتمع المدني، عليها أن تجد أدوات جديدة، عناصر جديدة من أجل إعداد شراكات وتبادل أفضل الممارسات. أخيرا وفي هذه الخاتمة، أريد أن أؤكد على أهداف التنمية المستدامة. هذه الأهداف ستهيكل وستنظم عمل المجتمع المدني بصورة أفضل، ونستطيع التأكيد على تنظيم عمل منظمات عمل المجتمعين من خلال عمل المجتمع المدني، تطوير آليات دولية إقليمية ووطنية من أجل متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال إنتاج تقارير سنوية. ثالثا، تأكيد تعزيز قدرات تنظيم المجتمع المدني فيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. أخيرا ورابعا، تعزيز أعمال التعاون مع جميع الأطراف الأخرى الفاعلة. شكرا لكم.